الله على المول الجميل. طبعا هذا المول اسمه بريكل سيتي سنتر مول. الشيء الجميل والخبر اللي جاني، تعرفون شركة لوسيد اللي أمس صورنا، حطيت اسمي كنت أبغى أجرب سيارة، هو يمكن تصير يمكن لا، اتصلوا علي تو قالوا يلا تعال ترى مجهزين لك سيارة، المشكلة ما جبت رخصتي فبروح أجرب، يا رب إنها تضبط وتصير ويخلوني أسوق. من يبي يركب معي؟ ها؟ ولا واحد. شو؟ في الجو. ولا واحد هو يقول ما في الا انت، ما سمعت يقول ما في الا انت بس لحالك. يعني مره ناس بثرين كذا مره يعني. قبل ما نبدا نسوي التست درايف تشوفه في الباركينج، تقدر تشوف اللي جنبك يمين يسار فوق السياره اللي تمر، صراحه شيء جميل. شوف كذا بس بلمسه، شايفين كذا؟ ها شيء جميل. اخذنا السياره طبعا، قلنا نطلع شوي مكان برا، مكان مرتب وجميل عشان تشوفون السياره صح. ما شاء الله تبارك الله. شوف شيء، طبعا تسمعون الازعاج، هنركب سياره شوف فرق الهدوء. خلني اسكر الباب شوف الفرق. خلاص ما في ازعاج، هاديه. عاد خلوني اوريك اياها بعد من برا. سكر الباب. يا سلام. ايوه هذه مساحه بعد تحط فيها اللي تبغى. يا الله صراحة ما شاء الله تبارك الله، سيارة شيء مرتب، مساحة أكبر بعد بدال الماكينة هنا. طبعا هنا اللي هو حق الشحن، طبعا ضغطه تفتحها ضغطه تسكرها. نوريكم بعد من وراء الشنطة كيف صايرة، مساحة كبيرة مرة كبيرة. سكرها ايوه. لوسيد خلصنا، يعني سوينا التست درايف، الحين وقت اني ابغى ايش اشحن السياره. اضغط ضغطه واحده هذه شايفين، يفتح التشارجر، بعدها معي التشارجر هذا اللي هو هنا شايفين، على طول تشبكه، بعدين تشوفون هنا اللمبه تبدا تشر تتعرف على الشاحن وتعطيك هنا بالضبط كم تحتاج وقت. هنا شوف شايفين تعطيك، طبعا يقول لك في كل دقيقة واحدة 1 مايل، بعدها خلاص تتسكر السيارة وتقعد تشحن. طبعا السيارة تشحن شوف كيف تطلع، شايفين واو واو، شيء جميل صراحة. أعجبتني السيارة بشكل صراحة طبيعي، مرة جميلة. شحن هذا شيء واحد، الشيء الثاني ما فيها إزعاج سيارات، الشيء الثالث مريحة، الشيء الرابع قوية. خلنا نشوف كم باقي الحين. طبعا فيها موجود 229 مايل شايفين، قاعدة تزيد كل شوي.
شوف الحين قاعدة تشحن سيارة تبغى تشيله ما تقدر تشيله. ليش؟ لأن السيارة مقفلة. تبغى تشيله من الشاحن تضغط ضغطتين، طبعا انتم شايفين الريموت ما في شيء، بس انه لازم تضغط ضغطتين كذا تفتح السيارة، بعدها تقدر تشيل الشاحن. شايفين؟ بعدها تقول بسم الله وتسكره كذا من تحت ويتقفل مكان حق الشحن. شيء خرافي.